مين اول بنت السوريه ولا العراقيه؟ كثير انه بيصرفوا مصاري. اكتبوا لنا بالكومنتات في هيك عاده بمصر مو بذرين اشتروا سيارات انه ما لهم داعي. لا العرس العرس بياكل قتله العروس قبل العرس بس ابشع ثياب عندها. شو بتعرف عاده غريبه بفلسطين؟ مرحبا، كيفكن؟ اليوم نازلة على الشارع لأسأل العالم عن أغرب العادات اللي سامعينها موجودة بالدول العربية، شو العادات اللي هي معروفة فيها، وأسأل رأي العالم بهي العادات. ما تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، وهلأ خلونا نبلش. هلأ شو في عادة غريبة عند الجزائر؟ إنه الشاب بياخد حذاء أخته العروس وبيخبي لها إياه مشان تلبي له طلبه، بس تلبي له طلبه بيبقى بيرجع لها إياه. ساندريلا والحشا ساندريلا. إنه لا ما بصدق. إذا عملت فيكي شو بتعملي؟ تخيلي جاي العريس وجاي الجاهة وبدك تروحي على العرس وإنتي لسه مو لابسة بإجري. بشو بنزل بشتري وحدة دغري. ما شاء الله. أنتي عروس. انتي دوبك من البيت للصالة بس. اخي بحن علي برجع لي اياها. وبركي ما رجع. خلص بعمل له اللي بده اياه. شو اكيد رح يكون بده يا اسلق له صحن بيض يا احط له طون او اجلي الصحن. الا اذا زادت شوي اصطف له قطه. بيوم عرسك ممكن تلبي له هي الطلبات وتسالي له يلا خلاص بس لا يخلص العرس بلبي لك. لا ممكن لبي له اياها مشان انه اذا مستعجل ممكن لبي له اياها. شو بتعرف عاده غريبه بفلسطين؟ شو عرفني؟ ما بتعرف هيك من هون من هون؟ لا والله ابدا. جرى ما بعرف شو فلسطين. طيب مو سمعان عن عادة بفلسطين ما بيسموا الولد على اسم الجد إذا الجد عايش لأنه بيعتبروا فال مو منيح وأنه ممكن يسبب له ضرر للجد؟ سمعان بهيك شيء؟ لا. طيب شو رأيك فيها؟ بتآمن بهيك شيء؟ لا. لا يعني أنت ما رح تحس أنه فال مو منيح إذا سميت ابنك على اسم جده؟ لا. أنه ممكن يأثر هذا الشيء سبب هيك كذا؟ لا. لا ما ذكر. لا لا لا, لا. ارحم امك خلاص. هلا انا سمعتكم من هنيك قاعدين عم تحكوا عراقي وانا سؤالي عن الدول العربيه فبدنا تحكوا لنا هيك عن عادات وتقاليد كذا معروفين بالعراق بس يعني شيء كثير مميزين انتم فيه. مثلا العراق مميز بغيرته بشجاعته بطباعه باكله. ما سوريا متميزين بالطيب والكرم وبنفس الوقت الضيافه وكلامهم الطيب. شو في هيك شغلات ثانيه انتم بتخبروني؟ هو سولف لك يعني هو كل شغلات سولف لك يعني. سولف لك. كملوا انتوا بس احكوا انا مبسوطه انتوا بس احكوا. طب مثلا عادات بالزواج، عادات عند البنات، عادات بالاكل. العراق يعني عنده شيء مميز مثل ما نقول الكليتشا. طيبه والله كليتشا. وين احلى عنا ولا عنكم؟ كل شخص عنده بلده بعينه اجمل شيء، بس عندكم هذا البلد وانا بعيني وبنظري هذا البلد اجمل شيء لان ناسه وشعبه وكل شيء بنفس الوقت هو جميل وطيب. مين اول بنت السوريه ولا العراقيه؟ لا بس العراقيه مهم. لا لا العراقيه كارثه شويه بالصدة الكلام، اما السوريه صدة الكلام مالتها بعدين بتضعف تستسلم. قصدك على راسي والله. نحن اليوم عم نسال عن عادات غريبه بالدول العربيه او عاده حلوه سمعانتيه عندهم، فمثلا رح اسالك عن السعوديه. شو سمعانه هيك عندهم عادات حلوه غريبه كذا؟ عندهم كثير عادات منهم انه بياكلوا بسرعه. هن عندهم كل شيء سريع. فيك تقولي يعني السرعه السيارات بياكلوا على الارض كمان. ايه صح ما بيحبوا الطاولات بيحبوا الارض. طب انت بتحبي تاكلي على الارض ولا؟ اكيد لا. ليه ما جربتي؟ لا ما جربت ما بدي اجرب. صعبه يعني بتتعب الجسم ولا؟ اكيد يعني انه الاجرين بيوجعوا اذا قعدتي وقت طويل. اكيد انت رايك ليش بيحبوا يقعدوا على الارض؟ على الطاوله على الكرسي وعلى الطاوله. تماما بس انا ليش هيك بتحسي يعني شو معقول ليش بيحبوا يقعدوا على الارض؟ ضلوا عادات قديمه انه قبل كان يمكن ما كان في كراسي. مزبوط صح وتعودوا عليها. طب شو في هيك شغلات تانية مثلا عندهم؟ بيطلعوا على الصحراء كتير كتير انه بيصرفوا مصاري بيحبوا يعني. أيوة. تزيين وما أيوة. تزيين. طب انت بتحبي؟ كل انسان بحب اكيد ليش حلوين هدول القصص. اي والله. شو اغرب عاده سمعانينا عن مصر؟ هلا عندهم عاده غريبه هيك اذا الضيف رحل عندهم وشرب كاسه عصير وضيفوه كاسه عصير فلازم يشربها كلها. ليش؟ ما شربها كلها بيعتبروا انه لازم اهل البنات بدهم يعنصوا انه اذا ما شرب الكاسه كلها كاسه العصير بفكروا انه البنت تتعنس. عصير توت ولا برتقال؟ يا عمي دمك تقيل. انا بصراحه اول مره بسمع بهي العاده ما بعرف. اكتبوا لنا بالكومنتات عن جد في هيك عاده بمصر. احنا اليوم عم نسال عن عادات غريبة أو عادات حلوة موجودة بالدول العربية يعني. أوه. مثلا عادة زواج غريبة سمعانا. هلا متعرف عنا مثلا سوريا أو عمان؟ لا العرس العريس بياكل قتلة. هيك عندهم عادة هنن. نحن عندنا حمام السوق هنن ما بعرف إذا عندهم ولا لا. عندهم إنه العريس لازم ياكل قتلة قبل العرس. قتلة قتلة نظامية ولا هيك لعب مزح؟ يعني اعتبار إنه هي آخر مرة أول يعني مرة عن جد بيضربوه. إيه عن جد بيضربوه شمعت عيدة.
ما دي عيدة. وهي الشغلة كمان عنا إياها بسوريا؟ يعني بس بمان يعني هي الأصل كانت إنه شان ما دي عيدة. شكلاً حبوها يعني بسيرة. شكلها عم بتجيب نتيجة. أنت بتضربوا من قلبكم؟ والله بحيث ما دي عيدة. بيضربوا من قلبهم. قلبهم ضرب. بس يصير الدور عليه. خلاص. هلا نحن اليوم سؤالنا عن الدول العربية، عم نسأل عن عادات غريبة، عن عادات حلوة بتعرفيها هيك بشي دولة بشي قصة، شو سمعانة هيك عادة؟ نكي أكثر دولة أنا بحبها تونس، وصراحة في رفيقتي كمان بتونس ساكنة، ايه؟ العروس قبل العرس يمكن بتلبس أبشع ثياب عندها. أبشع ثياب عندها قبل العرس. ثياب عندها قبل العرس. شفتي أنا شلون؟ تخيل أنت لو هيك عندك عرس هنيك، بتلبسي أبشع ما عندك قبل العرس؟ إذا العريس حلو ليش لا؟ ليش لا؟ بتعملي شو ما بده؟ لكان اكيد. انت مقيم بالسعوديه هلا جاي زياره. ممتاز. هلا بدنا تقلنا عن عادات غريبه موجوده بالسعوديه. مثلا شو؟ هلا هن شعب كفو كتير يعني، يعني بيفزع نخوه وما نخوه تماما. وعندنا العاده ما بحبها انه بحسها قرف او هيك، هي الاكل بالايد. هن متعودين عليها انه ما بعرف انه قرف. اول ما جيت انه ما كنت متعود عليها. ما كنت متعود، كنت تتضايق، بعدين تعودت. بعدين تعودت عليها، صرت تحبها. شغله عاديه. طيب شو في شغلات تانية؟ انه بحسها مبذرين اشتروا سيارات انه ما لهم داعي. والله كذب. كم سياره مشتري انت؟ انا 5 6 وانت بما انه 7 8 وانا 9 10. كل شيء عندهم اكل، عزا اكل، عرس اكل. انت مال امك انت، انت مالك وانت مال شكلك وانت مال اهلك؟ حدا لا تسالينا، خلص الموضوع كله اكل. كل شيء اكل والله اكل. شو بتعرفوا عاده غريبه بلبنان؟ كعادات ماني متاكد، عاداتهم كثير مختلفه عنا، بس بتوقع كثير بيشبهوا عاداتنا من ناحيه البيوت، من ناحيه العادات، من ناحيه الكرم، من ناحيه كل هاي القصص، فبتوقع كثير بيشبهونا بهاي النواحي. وانت بتوافقوا بالرأي؟ بوافقوا بالرأي. طيب شو في عادة غريبة عندكم بلبنان؟ لزق عجينة، يعني إذا وحدة تجوزت نحن عنا بدها تلزق عجينة بالبيت، على باب بيت اللي بدها تقعد فيه، إذا قشطت يعني ما مطولة بالبيت. أوكي. إذا لزقت، أوه اسألي هي البركة، خلعت الحيط، كسرت والله الحيط لما لزقتها. طيب ولسه هاي العادات عم تنعمل هلا؟ إيه إجباري بدها تلزق العجينة، وبس تنزل من السيارة ركزي لها، تقبض $100 أو $200 من أم العريس. بقى هي أحلى شيء هي. مرتو عاملتهم كلهم ما شاء الله. الله وكيلك امي علمت علي اكثر ما تعلمني علي. ايه بس انا ما فهمت هي انه بتعطيها، ليش بتعطيها مصاري؟ هي عادي انه ام العروس بتعطيها مثلا انه ما هي غنيه ما بتنزل. قال شو بيقول؟ شو بتقول الغنيه؟ قال ما بتنزل عروس الا بخلعه باب الدار يعني بمصاري. هلا نحن اليوم عم نسال عن الدول العربيه، عن عادات غريبه او عادات حلوه سمعتيها حبيتيها. في الكويت في عندهم السلام بالانف. تماما هم ما بيسلموا بالايد هيك. ما عندهم السلام بالانف يعني. بلن بيقرف خشمك خشمك, خشمك. تمام. وفي كمان عندنا البحرين. البحرين في عندهم صحن بيحطوا الموالح هيك مع بعضها كلها، ما بعرف يعني هلا كلياتنا بنحط صحن. ايه هذا الفالق او ما بعرف اذا صح عم اقوله، بس في هيك شيء. انت جبت المعلومات دي منين؟ تبع بيحطوا انه الفستق مع البندق مع الكاجو مع المدري شو، كل شيء كل شيء هيك حلو، والشوكولا كلهم طبق واحد، يعني عندنا كل شيء لحال. تمام. يعني عندهم اياهم كثير. هاي شيء غريب يعني، حتى بتحتار الواحد شو هاد يعني. لا انا بقيمك بدي بفستق، انا ما بدي هيك. الامارات بعد. الامارات. تمام. شو بتعرفي عنها؟ في عندهم مميزين بالرقصه هاي اللي بيحبلوا العصايه، رقصه اليوله او هيك شيء، ما بعرف اذا عم بلفظها صح، بس بيوقفوا هيك الرجال. يعني انت بتحضريها لهي الرقصه بتحبيها؟ يعني عادي. هي حلوه ولا هيك؟ لا حلوه. بيتميزوا فيها يعني، خصوصا انه الشعر بيلقوا شعر وعلى الطبوله وكذا، انا على فكره بحبها كثير. طيب ممكن شغلات ثانيه؟ سباق الخيول. عن جد هي عن جد كثير عندهم اياها، عشق سباق وما سباق وجمال وخيول. اول ما بتفوتي على البيت بخور. طيب انتوا بتحبوا البخور؟ انا مزياده انا بحبه. هلا انا حاسكم جايين من سفر او شيء، لانه في شنطايتهم هني. الله الله، نزل لي بوسيقتكم. انا احنا من روسيا. حاكوني روسي. شتوتي فتشرايلا. احكي مع بعض روسي. كاك ديلا. نرمالا خرشو. مني اتوجه فسي خرشو. خرشو اي بعرفة اي خرشو. ما شاء الله عليك. بتعرفي شي عادة غريبة عند الأردن؟ كتير يعني بيهتموا بضيافة العالم، يعني ما بيطلعوا حدا إنه إلا بيغدوه المنسف الأردني. أوكي، وبركي هو متغدي الضيف. بيغدوه. غصب عنه لازم يعني. إنه كتير كريمين وهيك. نحن اليوم عم نسأل عن الدول العربية، عن عادات غريبة أو عادات حلوة سمعانينا، تمام؟ مثلاً شو في هيك دولة بتعرفي شي عنها؟ هلا بعرف تونس. تونس تمام. شو في هيك عادة؟ شفت مرة من اليوتيوب كمان إنه عندنا عادة إنه العرسان يمكن بالعرس بينطوا فوق السمكة 7 مرات. أنا مشان الحسد.
السمكة يعني سمكة نظامية بنطوا فوقها 7 مرات مشان الحسد. بتحميهم من الحسد يعني. سمكة هي. سمكة بس إنه عم ينططوا فوقها. 7 مرات حصراً إذا 8 بيجي الحسد. رقم 7 إله سر يعني هيك دائماً. والله هيك شكله ما بعرف له. هي أنت شفتيه على اليوتيوب. أي حدا من تونس أكدوا لنا هي الخبرية إذا عن جد بتنطوا فوق السمك أو لا. طبعاً مثل ما شفتوا أنا نزلت على الشارع السوري وسألتهم عن أغرب العادات الموجودة بالوطن العربي. هلا صار دوركم أنتوا تقولوا لنا شو هي العادات اللي نحن معروفين فيها والتقاليد والكذا الغريبة الموجودة بسوريا. حطوا لايك.